اهلا بيكم من جديد. هنتكلم عن فول الصويا. ايه هو فول الصويا واهميه فول الصويا، وازاي كمان يعني نرتفع او ننهض بمحصول فول الصويا اكتر من كده، وانه يبقى متوفر وبسعر مناسب. نعرف كل ده من طبعا زي ما حضراتكم متعودين ان احنا لازم كل موضوع متخصص لازم نجيب حد متخصص عشان يقول لنا الطرق الصح ويتكلم عننا بكلام او يتكلم معنا بكلام علمي وكلام مظبوط. معانا الدكتور طارق صابر، باحث بقسم بحوث قلب وكليات. اهلا بحضرتك. اهلا استاذ ياسمين، منورنا. بنورك. عايزين الاول نعرف الناس بفول الصويا او محصول فول الصويا. احنا بنسمع في الفتره الاخيره عن اهميته وعن انه ليه فايده كبيره، عرفنا اكتر بالمحصول ده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس في البدايه بحب بتقدم بخالص الشكر لكل الاستاف العاملين بقناه مصر الزراعيه، القناه العملاقه بصراحه اللي بتقوم بدور ارشادي عظيم ورهيب، اللي من خلالها بيوصل صوتنا كباحثين مركز البحوث الزراعيه لكل مزارعين جمهوريه مصر العربيه، فلكم مني جزيل الشكر والاحترام يعني. ربنا يخليك. الحاجه الثانيه معلش برضو دقيقه واحده هتقدم فيها بخالص الشكر لاداره بحوث معهد المحاصيل الحقليه بقياده استاذنا الدكتور علاء خليل، لان هم عملوا تقليد جديد في المعهد الا وهو اللقاء اللي اتعمل بين اداره المعهد وبين الساده الباحثين لسماع المشاكل اللي بتقابل الساده الباحثين والمحاوله على حلولها يعني، وده تقليد جديد ما اعتدناهوش من قبل كده. فهم يعني اداره المعهد لهم مني جزيل الشكر والاحترام على هذا التقليد الجديد. هو عموما حاجه زي كده تبقى كويسه ونتائجها كمان هو هتبقى هو الدكتور علاء خليل عايز ينهض بالمعهد، فقال مش هينهض الا بشباب الباحثين طبعا، فعمل لنا اجتماع وسمع كل مشاكلنا وتم تدوين هذه المشاكل، ووعدنا مشكورا ان هو هيعمل جاهدا على حل هذه المشاكل. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. نرجع بقى لموضوعنا، محصول فول الصويا. ايه هو فول الصويا واهميته الاقتصاديه؟ وقبل ما نقول ايه هو فول الصويا عايزين نتكلم عن الوضع الراهن للمحاصيل الزيتيه عموما بصفه عامه في مصر. احنا حضرتك يا استاذه اسماء للاسف بننتج 2 او 3% من استهلاكنا من الزيوت، وللاسف يعني بنستهلك 97% من استهلاكنا من الزيوت، ودي مشكله خطيره قوي لانها بتكلف الدوله مليارات الدولارات. احنا بنستورد تقصد؟ بنستورد بننتج 2-3% من استهلاكنا، وبنستورد الباقي كله باقي ال 100% 98% 97% من الزيوت الموجوده زيوت مستورده. تمام. المشكلة ان هو يعني الاستيراد بيكلف الدولة مليارات الدولارات طبعا. فالمحصول اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي في توجه ان لا يكون عندنا اكتفاء ذاتي من اغلب المنتجات اللي احنا بنستهلكها، يكون عندنا اكتفاء ذاتي على قد ما نقدر يعني بالظبط نصدر بقى ما ده نستورد. ده غير انا عايز اقول حاجة وهقولها برضو، ان الفوائد الموجودة في فول الصويا المحلي الكواليتي اعلى من المستورد، فالزيت بالتالي الزيت اللي ناتج منه هتبقى الكواليتي بتاعته اعلى من المستورد بالظبط. ده غير ان هو هيقلل فاتوره الاستيراد على الدوله. هنتكلم بقى على فول الصويا. هو بصراحه فول الصويا كله مميزات يعني، ما يعني زي ما بيقولوا بالبلدي كده كله منافع. اولا هو محصول بقولي من المحاصيل البقوليه والغذائيه الهامه على المستوى العالمي، وده طبعا بيرجع لاحتواء بذوره على حوالي 40% بروتين و20% زيت. وبروتين فول الصويا طبعا بيتميز عن باقي البروتينات النباتيه بان قيمته الغذائيه بتقارب قيمه البروتين الحيواني. لانه فيه جميع الاحماض الامينيه اللازمه لتغذيه الانسان. فول الصويا برضو من المحاصيل المخصبه للتربه، ودي يمكن المزارع عارفها كويس جدا جدا، زيه زي باقي المحاصيل البقوليه، لانه بيستجيب لعمليه حاجه اسمها عمليه التلقيح البكتيري لبكتيريا العقد الجذريه، وبيقدر يمد نفسه باحتياجاته من الازوت طول مده وجوده في الارض. ده غير ان هو بيسيب على بقاياه او على جذوره عقد بكتيريه بيستفيد منها المحصول اللاحق. فبيسيب حوالي من 15 ل 20 وحده ازوت بيستفيد منها المحصول اللاحق، يعني هو مش محصول شره للازوت بالمقارنه بالذره والرز والمحاصيل الاخرى. يعني مش مرهق للتربه يعني، بالعكس ده هو مخصب بالظبط. لذلك احنا هنيجي في الكلام هنقول ان هو من المحاصيل الاراضي الجديده يعني هو ما بيحتاجش تربه خصبه. اهم حاجه اما اروح للاراضي الجديده اهم حاجه توافر البكتيريا اللي بتثبت الازوت. هو بيمشي، بس المهم ان احنا نبعد عن الاراضي الملحيه، هي دي اللي بتحد من انتشار فول الصويا اللي فيها زي اي بقول يعني نسبه ملوحه عاليه يعني. بالظبط يا فندم. الحاجه الثانيه ان فول الصويا طبعا في الولايات المتحده الامريكيه دلوقتي هو 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 اكبر محصول، لان بتقوم عليه اكتر من 220 صناعه غذائيه،
فول الصويا بيطلع منه لبن صويا، قريب صويا، ايس كريم صويا، سوسيس صويا. كان في عندنا برضو مع بالتعاون مع معهد بحوث تكنولوجيا الغذائيه عملنا رغيف عيش كان 80% قمح و20% صويا، كان طعمه مستساغ جدا. ما اعرفش يعني هي انتهت ليه او توقفت ليه الفكره. فول الصويا طبعا بيخش بقى في صناعه الاعلاف، احنا قلنا ان هو بيحتوي على بروتين وزيت. وده اللي بيميزه عن باقي البقوليات ان هو ثنائي الغرض، بروتين وزيت. الزيت بيخش في استخراج الزيت الادمي، والولايات المتحده بتستخدم الزيت محركات الصواريخ والطيارات، وبيخش في صناعه الورنيش والطلاء. البروتين بيخش في تسميد الماشيه وصناعه الدواجن البيضاء، يعني هو محصول كله فوائد. ومع ذلك والمزارع عارف كده على فكره، بس هنتكلم بقى واحنا قدام شويه. المزارع ده عارف كل حاجه، عارف كل حاجه والله. ولما بننزله بيقول اللي انت هتقوله انا عارفه، عارف ان هو محصول مش مكلف بالمقارنه بالذره والرز. محصول مخصب للتربه عندي، محصول ما بيستهلكش او ما بيحتاجش اسمده ازوتيه. الذره والرز اكتر، يعني محتاجين الرز اكتر، محتاجين الرز اكتر للاستخدام. طيب ايوه، عشان الناس هتقول لك انا محتاج الرز اكتر، والزيت محتاجه برضه، والاعلاف. احنا قلنا ان هو بيخش في صناعتين مهمين جدا، زيت واعلاف. طب ما انا محتاج الاعلاف اكتر، وحضرتك عارفه فاتوره استيراد الاعلاف. ما هو ممكن يساهم، هو فول الصويا حلاوته انه ممكن يساهم لي في حل مشكلتين، الاعلاف والزيوت. الاعلاف والزيوت يعني محصول بيساهم في حل مشكلتين بيقابلوا الدوله، هو محصول جدير ان هو يعني نتوسع في زراعته وينتشر. نعمل ايه علشان ننهض بيه، او علشان يبقى متواجد بشكل كبير؟ هو احنا هنتكلم على المشاكل اللي بتقابله وبعدين نقول نعمل ايه. يعني خلاص، هو ايه المشاكل اللي بتقابله؟ هو المحصول ده قابلته حوالي 4-5 مشاكل، هنذكر اهمهم يعني، وهنقول ايه احنا كمركز بحوث زراعيه قدرنا نتدخل ونحل بعض من هذه المشاكل، وايه اللي احنا مالناش دور فيه وما قدرناش نعمله. يعني اولا المحصول دوت كان المشكله الوحيده الاولى اللي بتقابله كانت ثبات الانتاجيه مع ارتفاع تكاليف الانتاج. كانت المحصول ده لما دخلنا في سنه 70 كان متوسط انتاجيه الفدان حضرتك 300 كيلو جرام. قدرنا بفضل الجهود البحثيه نصل وصلنا لمتوسط انتاجيه فدان حوالي طن ونص، واحنا على فكره الدوله رقم واحد في العالم بالنسبه لمتوسط انتاجيه الفدان. تكاليف الانتاج بقى، يعني احنا مشينا في اتجاهين عشان نحل المشكله دي، ان احنا ازاي نرفع الانتاجيه ونخفض تكاليف الانتاج على اساس ان المزارع يتلاقي صافي عائد او ربح مجزي، يضمن له حياه كريمه ويتشجع على زراعته مره اخرى. فقدرنا ان احنا نطلع بست اصناف او مجموعه من الاصناف محليه على فكره مصريه، جيزة 111 وجيزة 21 وجيزة 35 وجيزة 83 وجيزة 82. هذه الأصناف كلها بتتميز بالإنتاجية العالية، محصولها بيتراوح من طن و400 لطن و500 وطن و600. الاتجاه الثاني إزاي نقلل تكاليف الإنتاج. قللنا تكاليف الإنتاج، مشينا في محورين. أولا المبيدات، قصة المبيدات إن الأصناف القديمة كانت حساسة لدودة ورق القطن، وكان المزارع بيضطر يستخدم المبيد عشان يقاوم هذه الدودة. وبالتالي برضو لما كان بيستخدم المبيد كان بيعمل تلوث بيئي، وكان بيقضي على الحشرات النافعة اللي موجودة في التربة. فاحنا طلعنا أصناف بتتحمل الإصابة بدودة ورق القطن، وقلنا له بدل ما تشتري بفلوس المبيد وجهها لأي مسار تاني عندك، وقللنا التكاليف اللي كان بيستخدم بها المبيد. طب كويس. التاني عشان نقلل تكاليف الانتاج، الازوت، الاسمده الازوتيه سعرها غالي جدا. قدرنا احنا قسم بحوث المحاصيل البقوليه بالتعاون مع قسم الميكروبيولوجي معهد بحوث الاراضي والمياه والبيئه استنبطوا سلاله بكتيريه متخصصه على فول الصويا بتقدر ان هي تخلي فول الصويا او يثبت ازوت الهواء الجوي ويحصل على احتياجاته من الازوت عن طريق بكتيريا العقد الجذريه، ده غير ان زي ما قلت لحضرتك ان هو بيسيب على بقاياه عقد بكتيريه بيستفيد منها المحصول الصبر. وقللنا بالتالي تكاليف الانتاج، المبيدات 10% تكاليف اللي احنا وفرناها، والاسمده الازوتيه وفرنا حوالي 3 شكاير طول الموسم، ودول حوالي 20% من يعني قللنا 30% من تكاليف الانتاج. طيب. ورفعنا الانتاجيه. الانتاجيه فبدا المزارع يحس
ان فعلا بقى يستفيد او في عائد مناسب له يشجعه على زراعه هذا المحصول. تمام. دي المشكله الاولى، واحنا كمركز بحثي او كقسم بحثي قدرنا يعني نحلها. تلاقوا لهم حلول لل المشكله الثانيه برضو اللي كانت وما زالت بتقابل المحصول، واحنا برضو قدرنا ان احنا ان شاء الله نحلها، اللي هي المنافسه الشديده بين محصول فول الصويا والمحاصيل الاخرى زي الذره الشاميه والرز. الثلاثه محاصيل صيفيه والثلاثه بيتزرعوا في الاراضي القديمه، وحضرتك عارفه ان الرقعه الزراعيه كلها 8 مليون، فانا لما بتوسع في محصول بيبقى على حساب استقطاع من محصول اخر. فقدرنا مع بالتعاون مع قسم بحوث التكثيف المحصولي، الزملاء ادونا توصيه ان احنا ازاي نحمل فول الصويا في الاراضي القديمه. يعني احنا مشينا برضو في المشكله دي عشان نحلها اتجاهين، ناخد فول الصويا للاراضي الجديده بما انه محصول مخصب وما فيش منافسه، ما فيش ذره وما فيش رز هناك، فبقينا نزرعه مفرد منفرد في الاراضي الجديده. والاراضي القديمه مش هنسيبها كده، دخلنا بقى بنظم التحميل، حملنا فول الصويا على الذره، وحملناه على الذره الشاميه، وحملناه على الذره الرفيعه، وحملناه على القصب الغرس، وبنظم تحميل مختلفه. طبعا حملنا فول الصويا مع الذره، وقلنا للمزارع كده في الدورات اللي بنعملها له اربع خطوط فول صويا وخطين ذره، بس بشرط ان انا لما بتبع نظام التحميل ده بزرع فول الصويا قبل الذره ب 15 يوم. ما ينفعش ازرع الاثنين مع بعض، لان زي ما سعادتك عارفه ان الذره الشاميه نبات عملاق وهيغطي فول الصويا وهيحجب عنه الاشعه الضوئيه، وبالتالي هتتاثر عمليه البناء الضوئي لمحصول فول الصويا، وفي النهايه هتدهور المحصول. فبنقول له لما تيجي تحمل فول صويا في الاراضي القديمه على ذره شاميه هتزرع خطين ذره وهتزرع اربعه فول صويا، بشرط انك تزرع فول الصويا قبل الذره ب 15 يوم. دي كانت من ضمن المشاكل وقدرنا ان نتغلب عليها، اللي هي المنافسه بين محصول فول الصويا. انتوا كده كل يعني كل مشكله تطلع ف تحاولوا بطرق البحث العلمي بنحاول بالزبط. وبنتواصل دايما عن طريق جهاز الارشاد مع المزارع. مشكلتك ايه؟ لا انا عندي اصابه بدوده ورق القط، لا انا عندي مثلا انتاجيه قليله، بنطلع اصناف انتاجيتها عاليه، بنطلع اصناف بتتحمل اصابه بامراض او بافه. يعني احنا دايما في تواصل مع المزارعين عن طريق الوسيط اللي بيننا وبين المزارع هو المرشد الزراعي. المشكلة بقى اللي هي بتقابل المحصول واللي احنا كمركز بحث مالناش دور فيها. أيوة. التسويق. دي بقى هي المشكلة، دي بتاعت الدولة بالظبط، واحنا كباحثين في مركز البحوث الزراعية احنا مالناش علاقة بالسعر ولا بالتسويق. انا دوري ان انا اطلع له صنف في الصفات اللي هو عايزها، زي ما قلت حضرتك انتاجية عالية، مقاوم لمرض معين، بيتحمل ظروف نقص المية، في كل الصفات اللي المزارع عايزها الا حتة التسويق. يعني انا معايا من الزراعه حتى الحصاد، بعد الحصاد انا كمركز كباحث انا ماليش دور. الفتره الاخيره تم تسعير طن فول الصويا ب 6000 جنيه، وبصراحه ده سعر حرام. يعني لما انا عن نفسي بحط نفسي مكان المزارع، لما اجيب طن ونص ب 9000 جنيه وانا ماجر ارض اربع شهور وصرفت تقاوي وعماله للزراعه وعماله للعزيق و مش هيتجازي. حضرتك شايف انه محتاجين نبص اكتر لعمليه تسويق فول الصويا او نركز معاه ونرفع سعره؟ طبعا هو مطلوب من الدوله حاجتين، سعر ضمان لهذا المحصول زي القمح. طب ده التجار هم اللي بيعملوا كده؟ ده المستوردين. المستوردين، ما انا هقول لحضرتك المشكله بقى في ايه، ان المستوردين ما بتستوردش فول الصويا الا وقت حصاد المحصول. فسعره اللي هنا بينقص. طبعا سعر المحلي بينقص لان المنافسه شديده، لان المعروض بيزيد. فلما المعروض من السلعه بيزيد سعرها بيقل. هو انا يعني هو المطلوب من الدوله ومجلس الشعب ان هو يبقى فيه تشريع، مش هيمنع طبعا الاستيراد، لان زي ما قلت لحضرتك انا 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 محتاج 98% استيراد. بس يحد من الاستيراد وقت حصاد المحصول، ويؤجل الاستيراد لفتره شهر او شهرين بعد الحصاد، يعني الفترة الكافية اللي فيها المزارع يقدر يسوق أو يصرف إنتاجه المحلي. وخصوصا إن مفيش جهة حكومية أو قطاع خاص أو قطاع أعمال بيتعهد باستلام المحصول. هو في مصانع مثلا بتشتغل على المنيا، مصنع في المنيا، لذلك هتلاقي يعني إحنا لو بنزرع 100,000 فدان هتلاقي 90,000 منهم في محافظة المنيا. ليه؟ لان المصنع اللي بيستخرج او اللي بيستخرج زيوت من فول الصويا موجود في المنيا. بحري ما فيش. كانت في شركه طنطا للزيوت السنه الموسم اللي فات، لا اللي قبله،
كانت بتعمل تعاقد مع المزارعين في طنطا. وهم لسه في يعني وهو لسه وهو قبل الزراعه بيعملوا تعاقد على اساس ياخدوا المحصول ويستخرجوا منه زيوت وكده. بس المزارعين اتصلوا بيا وقالوا لي ما فيش حد استلم مننا المحصول. فمطلوب ان التوسع في مصانع استخراج الزيوت. مطلوب تشريع من الدولة يحد من الاستيراد لحد ما المزارع زي ما قلت المعاليك اكتر من كده يعني اكتر من انه سعر الدولار نفسه ارتفع وسعر كل حاجة المستورد ارتفع. بسبعة ونص يا فندم والمحلي بستة. مع ان زي ما قلت المعاليك ان الجودة بتاعة المحلي اعلى. المستورد نسبة البروتين فيه 34%، احنا في المحلي 38 ل 40%. المستورد يزيد فيه 18%، المحلي 20%. الجودة أعلى في المحلي ورغم ذلك سعره أقل من المستورد. فيعني المستورد نفسه بيتعمد أنه ينزل الشحن أو المراكب وقت حصاد المحصول. مع أن أنت كده كده أنا وارد أن أنا هستورد، أجل الاستيراد شهر أو اتنين لحد ما المزارع هي القصه دي لو اتحلت هنا الاول وبعدين اتجه ان انت الزياده عنك تجيبها. المزارع هيبتدي يزرع لانه هيتلاقي التن وصل 7.5 و8. فهيبقى اما اجيب تن ونص ب 12000 هيبقى مجزي ومربح، هيتلاقي صافي عائد مربح. دي اهم حاجه، دي المشكله الرئيسيه، المشكله التسويق طبعا. ولو اتحلت يا استاذه اسماء احنا مش هنبقى محتاجين نيجي في التلفزيون ونتكلم عنه بجد والله. مش محتاجين حملات ارشاديه للمحصول لان المزارع عارف قيمه المحصول. هو جربه وزرع رغم ان هو حديث على الزراعه المصريه، هو دخل مصر سنه 70. الا ان المزارع يعني بحري وابلي عارف. انا لما بروح لهم في الدورات التدريبيه اللي هي قبل الزراعه هم بيقولوا لي احنا عارفين كل اللي انت هتقوله وجربناه وزرعناه وعرفنا ان هو مخصب جدا للتربه ومش مجهد للتربه وما بيحبش الاسمده الازوتيه وتكاليف زراعته بالمقارنه بالمحاصيل اللي بتنافسه اقل. يعني المزارع عارف ده كله بس بيقول لي اضمن لي التسويق. طب انا اضمنه له ازاي؟ انا كمركز بحثي كباحث رايح اقول دوره واقول فيها معاملات المحصول. بس هي التسويق اهم مرحله برضو، يعني هي التسويق مرحله مهمه جدا. يعني من غير تسويق انت المنتج بتاعك هيروح فين؟ وبعدين انت لو ما حدش اشترى منك المنتج ده، محصول الرز انت ممكن تخزنه او ممكن تتصرف فيه. ان هو تصنيعي بالظبط، مش محصول استهلاك مباشر. عشان كده بقول لك محصول الذره ممكن كمان تتصرف، لكن محصول فول الصويا هيعمل فيه ايه بالظبط؟ هو حتى لو عنده ماشيه واعلاف او وكده هياخد ايه من الكميه اللي هو بينتجها؟ هياخد نسبه بسيطه جدا. طب والباقي؟ هو زي ما ساعتك قلت فعلا المشكلة في السوق انه محصول تصنيعي. هيصعب على المزارع لو ما فيش جهة استلمته منه او ما فيش حد خده، هيصعب تصريف انتاجه منه. فلازم يبقى في جهة تتعهد. يعني احنا في الثمانينات كانت مساحة فول الصويا وصلت لل 170 الف فدان. احنا حضرتك في 2019 28 الف فدان ونص. في الثمانينات وصلنا ل 170 الف. طب ايه اللي وصلنا في الثمانينات ل 170 الف؟ ان كان في البنك الزراعي بيستلم المحصول. وكانت في شركة اسمها شركة الانتاج الداجني، كان البنك بيستلم المحصول من المزارعين ويديه لشركة الانتاج الداجني. لما الشركة قفلت البنك امتنع عن استلام المحصول. بدأت سعادتك المساحة تتدهور وتنزل من 170 لحد ما وصلت في 2019 28. وده مش ذنب المزارع. ما هو احنا قلنا يا يبقى في سعر ضمان، يا زراعة تعاقدية زي البنجر، يا الدولة تحد من الاستيراد وقت حصاد المحصول، يا اما حد يستلم المحصول. ما فيش حل الا كده. يعني حضرتك محتاج مثلا يبقى زي محصول القطن كده، زي محصول الرز، الدوله بتحط. انا محتاجه يبقى زي القمح، سعر ضمان زي القمح. يعني هي المحاصيل البقوليه سعادتك محاصيل امن غذائي، فول البلدي طبعا زي ما سعادتك عارفه طبق الفول، وفول الصويا الزيوت. فدي محاصيل امن غذائي زيها زي الرز وزي الذره وزي القمح. ليه ما يتعملش سعر ضمان يعلن عنه قبل زراعه المحصول؟ وبالتالي المزارع يقدر ياخد قرار هزرع ذرة ولا رز ولا صويا. ما هو المزارع برضو معذور، ما هو زيه زي اي منتج عايز في نهايه الموسم يتلاقي صافي عائد مربح يعود عليه من التعب طول 4 شهور. فما فيش سعر ضمان، ما فيش جهه بتعلن عن استلامها للمحصول قبل الزراعه، ما فيش حد بيقول له هنوقف لك الاستيراد لحد ما تسوق محصوله. طب هو محصول تصنيعي هيوديه فين؟
ما هو اصل المشكله انه كل حاجه الدوله بتتدخل علشان تعملها. لو الدوله ما تتدخلتش طبعا مش هتتحل المشكله. الحاجه المشكله ما بتحصلش. هي الجزئيه دي على الدوله زي ما قلت لسعادتك، مش احنا ليس لنا دور فيها، يعني اللي علينا احنا عملناه. بس النسبه برضو قليله قوي، 2-3% من اجمالي الاستهلاك هنا في مصر، النسبه قليله، واحنا ما بنستهلكش برضو فول صويا كتير، صح؟ مش صويا بس يا فندم، المحاصيل الزيتيه بصفه عامه خلاص يعني مساحتها بدات. الصويا ممكن تسد فجوه قد ايه تقريبا؟ يعني اللي هي 28,000 فدان دول ممكن يسدوا فجوه قد ايه؟ 1%. ما انت ما تنسي، ما انا اقول لحضرتك حاجه، ال 2-3% دول جايين منين؟ جايين من دوار الشمس والصويا بين. ما هي زيوت من الصويا بس. يعني احنا عندنا زيت نخيل، زيت صويا، زيت دوار شمس. هو دلوقتي بيتم خلط زيت الصويا وزيت دوار الشمس، فهم الاثنين بيمثلوا 3% من الاستهلاك. يعني هم الاثنين مع بعض، فممكن يكون الصويا بيساهم. هو 28,000 فدان مش هيساهموا بحاجه خالص. يعني احنا لو قلنا ان الطن بيجيب 200 كيلو وال 30,000 فدان هيجيبوا 30,000 طن، فبيتهيألي الزيت اللي خارج مش هيبقى مش كتير، يعني مش هيغطي حاجه خالص. احنا محتاجين حضرتك اكتر من 500,000 فدان من الصويا بس. وعباد الشمس محتاجين برضو المساحه، لان هما الاثنين بيكملوا بعض، وهما الاثنين اللي بيغطوا احتياجات مصر من الزيوت. فانا من الصويا بس على الاقل محتاج 500,000 فدان. ولو اتحلت ساعتك مشكله تسويقه، صدقيني احنا ممكن نعدي بالصويا لاكتر من 700,000 فدان من غير حملات ارشاديه. ان هو حد يضمن للمزارع يقول له البذره اهي ازرع، وانا في نهايه الموسم هاخد منك وبسعر قد كده. بس هي دي القصه كلها. يعني فول الصويا، او ان احنا نزرع فول الصويا ده، او يبقى توجه انه يتزرع بكثافه، يعني طبعا فده ممكن يقلل فجوه كبيره جدا في استيراد الزيوت. بالظبط، فيقلل فجوه كبيره يعني. وفي نفس الوقت زي ما قلت لسعادتك، انا مش هاخد من مساحات المحاصيل الاستراتيجيه الاخرى. ممكن نعمل اراضي جديده القديمه، انا رايح بيه للاراضي الجديده. انا رايح بيه للاراضي، وسبت الاراضي الخصبه للمحاصيل اللي ما تنفعش في الاراضي الجديده. فانا يعني مش هشكل عبء على المحاصيل الاستراتيجيه الاخرى زي الذره والرز، نظرا لان احنا محتاجينها فعلا زي ما سعادتك قلت. بالظبط، يا اما ان انا احمله معاهم، يا اما ان انا اخرج بفول الصويا في الاراضي الجديده. الحقيقه انتوا عملتوا اللي عليكم، حطيتوا حلول علشان يعني تحملوا الاثنين في نفس الوقت. طبعا يا فندم، ومحصولين يعني. أيوة. في نفس الوقت، وحطيتوا حلول ان هي تبقى في اراضي جديده يعني لسه بكر يعني تعتبر. الاتجاهين احنا شغالين فيهم سعادتك. اراضي جديده هنزرعه منفرد، لان مفيش منافسه. هو استهلاكه في الميه مش كبير؟ لا، هو بصي، هو حساس للميه، وانا قلت عايزين حلقات تانية عشان نتكلم، لان معاملاته بقى مهمه جدا، لان المحصول ده فعلا حساس للميه وما بيستهلكش ميه كتير. هو احتياجاته المائيه تشبه الذره الشاميه. يعني حوالي من 2800 ل 3000 متر مكعب طول الموسم. ده غير ان انا نسيت اقول ان احنا عندنا 5 تراكيب وراثيه او 5 اصناف جديده جاري تسجيلهم للموسم الثاني، في بيجرى عليها اختبارات الدي يو اس. في منهم 3 تراكيب وراثيه بيتحملوا ظروف نقص الميه، استعدادا طبعا لو مشكله سد النهضه وحصل عندنا عجز في الميه وكده، هندفع بهذه الاصناف يعني. فاحنا مش عارف احنا نعمل، احنا عملنا كل اللي علينا لمحصول فول الصويا، والمزارع عارف ان احنا عملنا اللي علينا. ولكن المشكله الرئيسيه زي ما بقول لسعادتك، انا لما بروح دوره تدريبيه في مديريه او عند مزارع او يوم حق، انا بتسال السؤال ده ما بعرفش، ما انا مطالب بالرد. مين هيشتري مني المحصول؟ طب ارد اقول للمزارع ايه؟ ما انا مش عارف اقول له ايه. مين المعني بالظبط بان هو يتحكم في ده، او ان هو يحط ثمن محدد او سعر محدد لطن اللي فوق؟ الدولة. مين في يعني مين بالظبط؟ اللي هو مين في الحكومه اللي يكون مسؤول عن ده؟ والله احنا بنناشد معالي وزير الزراعه مع مجلس النواب ان هو يحاول بقى يعني تطلع تشريعات للمحصول. لازم ده. تشريعات. طبعا يا فندم. اصل الاستيراد دي قصه كبيره. حاسه منسي شويه المحصول ده يعني؟ جدا، مهمل جدا، مع ان الدوله عارفه قيمته. بس يعني الاستيراد مشكله خطيره. واحنا بنقول ان احنا كده كده حتى لو اكتفينا ب 50% من الصويا، وارد ان احنا حتى لو اكتفينا ب 80 هنستورد ال 20، هنكمل. ما احنا مش هنكتفي طبعا ساعتك مره واحده. أوه. فاحنا بنقول للمستورد وارد ان احنا هنستورد،
بس اصبر عليا شهر بعد الحصاد او اتنين بالكتير قوي، لما الراجل الغلبان ده يسوق محصوله وياخد اعلى سعر فيه ويبقى فيه اعلى ربح له. بس هي دي يعني اهم حاجه انت محتاج تشجع فيها، او ان انت الفلاح او المزارع مستعد يزرع لكن اشتري منه المحصول، بس ده شرطه، بس او ده طلبه مش شرط يعني، ده طلب يعني. والمزارع موافق انه يبيع في نهايه الموسم بالسعر العالمي، السعر اللي ماشي يعني. فول الصويا ماشي ب 8000 هيبيع ب 8، ماشي ب 7 هيبيع ب 7، ب 10 هيبيع ب 10. احنا اصلا فول الصويا اتحرر سعره بعد سياسه تعويم سعر الصرف يعني. فول الصويا قبل تعويم الجنيه كان ب 2000 الطن وب 3 وكتير قوي 3.5. دلوقتي احنا الموسم اللي فات اللي قبله وصل 8200 جنيه. وعلى فكره عايز اقول للساده المشاهدين حاجه، سعره في ابلي غير سعره في بحري، يعني في ابلي، في بحري 6، في ابلي 7.5، لان في اللي هيشتريه. زي ما قلت لحضرتك المصنع محتاج تاجر العلف بقى. هو في ابلي لحد دلوقتي ماشي في اتجاه الاعلاف يعني، تجار الاعلاف بيروحوا لدرجه ان المزارعين قالوا لي احنا نحرت الارض وما نبيعوش ب6. هو فعلا اصل يعني 6 دي صعبه قوي يعني، ارض محجوزه 4 شهور وعماله وري ويعني مش ممكن، مش هيجازي. والمزارع كمان بيبص للمستورد، المزارع عارف ان المستورد ب7 وب7.5، طب ده انا جودتي اعلى وسعري اقل. مش ممكن. ما هو علشان انا بزرع هنا ما بزرعش بره، فاحنا بنجيبه بره بالعمله الصعبه، ففي فرق عمله. ماشي. طب ما انا فده اللي بيخلي السعر اعلى. طب المستوردين ما ياخدوا من المزارعين. يعني انت خلاص اتس اوكي هتستورد، مفيش مشكله، خد انت الكميه، تعهد لم من المزارعين الكميه المحليه وكمل بقى انت استيراد، وهتبيع على فكره باعلى سعر برضه، لان انت الوحيد المتحكم في السلعه كده. وكمل الكميه اللي ناقصاك، كملها مستورد. بس يعني برضه هتتحل المشكله. يعني ممكن يبقى في بروتوكول تعاون سعادتك برضه بين وزاره الزراعه ووزاره التموين. يعني وزاره التموين ما لازم يبقى ليها دور، لان هو محصول زيتي تصنيعي. ان هي تتعهد باستلام المحصول وتديه بقى المصانع استخراج الزيوت وكده يعني. الحقيقه حضرتك يا دكتور يعني قاعد تحط لنا حلول كتير. يعني الفقره دي من وجهه نظري هي فقره مهمه جدا. ربنا يبارك. قاعد تقول لنا كده في حاجات حلول، يعني ما فيش مشكله واقفه قدامكم ما شاء الله، يعني كل حاجه فيها مشكله تحاولوا ان انتوا طول الوقت توجدوا لها حلول. طلباتك انه يبقى في تسويق للمنتج ده لانه منتج مهم. بالظبط يا فندم. او محصول مهم، محصول هيناسب او هيكون موجود او هيساهم بنسبه محترمه في المحاصيل الزيتيه في مصر. بالزبط. صح كده، وهو محصول مفيد، مش بالزبط. يعني مفيد بكل حاجه، اقتصادي في الميه كمان، مفيد للتربه، فهو محصول جيد جدا. نشكرك جدا. لو في حاجه اخيره محتاج تضيفها، محتاج تنصح المزارعين بحاجه، محتاج تطلب منهم حاجه، احنا عندي قد ايه وقت؟ طيب اتفضل. طيب انا احب اقول للساده المشاهدين يعني أو وبخصص منهم المزارعين، احنا اتكلمنا عن فوائد فول الصويا كويس جدا. عايزهم بس يعرفوا ان المحصول ده محصول مهم جدا جدا جدا، استراتيجي جدا جدا لمصر. مصر هو والفول البلدي، وخاصة هو، لان زي ما قلت سعادتك احنا فاتورة الاستيراد من الزيوت كتير قوي. والزيوت دي مصدرها مش مضمون، واحنا عندنا احنا عندنا احنا عندنا حاجات صحية حلوة ورخيصة. فليه ما نزرعهاش؟ ويعني احنا هنوعد برضو الساده المزارعين ان احنا هنتواصل مع معالي الوزير ونحاول ان احنا نحل او نتدخل، مع ان دي مش دورنا والله، بس عشان مصر تنهض ونقلل فاتوره الاستيراد على مصر. لابد من التوسع في زراعه هذا المحصول ان شاء الله، وخاصه وهو زي ما قلنا من المحاصيل المخصبه للاراضي الجديده. شكرا لحضرتك. شكرا دكتور طارق صابر، باحث بقسم بحوث البقوليات. شكرا، نورتنا. بنشكرك جدا. ربنا يبارك لك. شكرا جزيلا. بعد الفاصل مكملين معاكم في ساعة صبحية، استنونا.